بشرفي أنا خجلان منكم ومن حالي. إلي 7 سنين كل سنة بوقف هالوقفة وبقول رمضان كريم وكل سنة وانتو بخير. لا عم بيكون رمضان كريم ولا أكترية الناس عم بيكونوا بخير. بذكر أنا وصغير كانت المرحومة ستي كل ما طلعت مشكلة بوجهها تقول يا ربي أنا شو عاملة معك. كان المرحوم جدي يقول لها استغفري ربك يا مرة استغفري ربك. قلنا 40 سنة عم نقول يا رب نحن شو عاملين معك، لكن كمان عم نقول استغفر الله على أمل هالسنة تكون دعواتنا مستجابة. استودعكم الله وإن شاء الله بنرجع نلتقي بعد رمضان لنقول كل عيد وانتو بخير. هذا رأيي، فكر فيه.